بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة الإسلامية متأكدنا أوديو فيجوال برودكشن بتلاقي شيخوت لنا دعوات تتزوجوا لجلي إسلامية متأكدت لنا كافتة تنزلاتشو قربوال كتزوجوا متأكدت مكاكل نبدأ لو نبدأ تلاق مكر لعديس تولد أنا للوشن يا ربنا تابوشن إلا قرآن وشن فتتأمارين دكاكتشن بريسي دي يرتقى جيسنا ما يكمرتوشن فشا محمد حامد الدين عبد السند عمانا بإسلام يا مسلم شكش سنة مدبار يا نبيات تاريخنا استمروش إلا للوشن عندهم بوطة داي صادق محمد يرتقى جيو يا إمام مسارسوش شكتا تيكمر أسجرامي تاريخوش بوطة محمد يوسف يرفض ذاتي الصراوات بورنيا طانقا عنا للوتشن بسلطنيا نابتلا يو طانقوش يتزغاد جي سيجوتشنا كافسيتوتشن زولاتشو كربوان عدس كوتو سيجوتشنا كافسيتوتش مكاكل بشا محمد حميد جين يسورة الإمران يقدس قرآن مابرارا يعلم سلطان نبيا يتنبيتوتش يولادوتشنا يزندنا حب عندهم بوستاد دار عمر دعاء يمؤمنوت مستارا كدنا لتوهيد بوستاد محمد فرد بكربكن زولاتشو بكربان أدراشا أمريكان كبدي كعد بابا يزد كبلو بستقن بقل أفسنا سيشنري أفسنا أوديو فيجوال برودكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد على آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يزاريو تمهرتاتشن سلا ولاج حقي هونال الله سبحانه وتعالى لفترة تعطوه كمان ننبلاي بالولة توصنو أسفلاكي ونقرو جهلو يا موالا نعمة وجنهلو لباري وجو يلقس وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة بقهاد يمتايو بقلس يما يتايو نعمة وجن لباري وجو يزرقا السنو سلزي كمان ننبلاي حقي اللو بباري وجو لاي اللهنا كذا قتلوا دغمو ولا جوش ناتجو يا الله سبحانه وتعالى حق قلصنو نبي صلى الله عليه وسلم بحديث اندقلصوت حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بارياوج بالله لا يلا تو حق السن مغزاتنا بسو مننم نجر على ما غاراتنا كذيو گداي گار گن ياطامرو بالقران بابزهانياو يمياناساو የወላጆችን حق ነው ለምን ቢባል ከአላህ በታች ለሰዎች ታላቅ ባለውለታ ወላጅ ነው እናት በመሐፀኗ ተሸክማ የዘጠኝ ወር እርግዝናን ስቃይና ጉስቁልና ተቀብላ ከዚያ በኋላ ደግሞ ሁለት ዓመት አጥብታ ተንከባክባ ታሳድጋለች አባት ደግሞ ለዚህ ስራዋ የሚያግዟትን ነገሮች ሁሉ ያሟላ ወጣውረዱን ተወጥቶት ከስብ ከስቦ ለቤተሰቡ የሚሆነን ሁሉ ያመቻቻል ልጁ እንዲማር እንዲያድግ የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ይጨነቃል ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው የሚኖሩ ለልጆቻቸው የሚለፉ ባለውለታዎች ናቸው إهين بما يتنو الله سبحانه وتعالى كتوحيد قتلو يولاجن حق يمنا قروا بقرآنه بطعم بركاته بهنو يقرآن أنكسوج مالنا يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إسرائيل أويانن كالكدان إعازن نقزي ينبرون لهزبو جهو سال كالله ليلا አትገዙም መገዛት አይገባችሁም ተከልክላችኋል ለወላጆቻችሁ ደግሞ በጎ እንድትሉ ታዛችኋል የሚል ቃል ኪዳን ባስያዝናቸው ጊዜ ነበርውን ለህዝቦች ሐውሳይላ አንድ ቁጥር ተውሂድን አስቀመጠ ለአላህ Subhanahu Ta'ala በበቸኝነት መገዛት ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ
ولا جوتشن من كباكبنو كذي كتلو يحق بالبيتو تشالو وذي القربة واليتامى والمساكين له يزندنا بالبيتوش يتيموتشنا مسكينوتشنم بغوتو لولا تشوزندلا وقولوا للناس حسنا لسوتشم ترون تناغرو يلنا كذي بحالا نونغري سلا صلاة سلا زكاة من ناغرو يميغرمو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إيالا يا الزلمة لنا إيه مالا تنغري الله سبحانه وتعالى ينسو حق توقو لك لسو مبتو اندمي كبر لتهلو لولاجو اتشم انك بكاوي لست اتشونا تزازات اتشو لكبر يقد مهنون اياستمارنو بل الام انكز الله سبحانه وتعالى اندي هلال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اللهم تقزو بسو منم اتاقارو اتاشاركو بات ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا لولاجوتشم بقو والو لاچو وبذي القربى واليتامى والمساكين بزمدنا بالبيتوچ بيتيموچ بمسكينوچ اندهم والجار ذي القربى يزمدنا بالبيت يهونن غوربيت يلال كغربتنام زمد يهونو قدمه يسطوال والجار الجنوب كذا قتلوا دغمو بعد يهونو غوربيت والصاحب بالجنب بغنه يمتنور بالبيته ويم بغنش يمنور بالبيتش وابن السبيل من قدنيوچنا كبيت سبوچاچو وتو نبرتاچو روق بوتا هونو باچو يازو تالقو باچو مينغلاتو سوچ ودا غراچو ديملسو متبابر ننين هولو الله سبحانه وتعالى بغدا جنت يازاچوال بجوچاچو باريا هونو يالو كالو دغمو انسونم اندتنكباكواچو ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله كرو غورنيا يهونن هولو ايودميلا قبرارا راسون كف ميادرك ولا جوچو بدكامانتو راسون مردات بمايچلبت گزي تنكباكبو كاسادگوت بوحالا يا الله سننا هوننا انسو گلبتاچو دكمو ابيت سيقرو اسو گلبتنيا سيون بنسو لاي يمينقبارررنا يميكورا اندي هاينتن سو الله سبحانه وتعالى اي ودوم نو ميلو 10 مدبنيانا مسرتاو يميبالو حقوقوج ويم گديتاوچالو الحقوق العشره تبلو ميتاوقو انزيا مكاكل كالله حق قتلو يولاجوچن حق نو تقسو مناگنيو اندزيو سوره الانعام لا قل تعالوا اتلوا ما حرم عليكم ربكم جيتاچو بنانت لاي حرام يادرگون يكلكلون لام ببلاچو نتولو الا تشركوا به شيئا بسو مننم لا تشاركونا وبالوالدين احسانا لولاجوچ دگمو بگو اندتلو ايهن ازاچوالو ايهن دگمو چلا مالتن يكلكلاچوالو هلال بليلام انكس سوره الاسراء لا يبالو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا جيتا فرد والسنه تزازون استلالف كرسو بستقر يالن انداتتغزونا لولاجوچاچو دگمو بگو اندتولولاچو ازواچوال ليل ولاجوچ گلبتاچو بكداچو اقماچو بيدكم ارجنا زمن بيمتاباچو من مهون يگباوال اما يبلغن عندك الكبر انتغا كانداچو ادميو ارجنا درجه بيدرس احدهما انداچو او كلاهما وملتاچون بيارجو ليرا قرتو فلا تقل لهما اف بانغاغر درجه انكون افوي اتبلاچو ولا تنهرهما اتورفاچو وقل لهما قولا كريما يتكبر انغاغرم تناغراچو يلال انغدي ولاجوج سيارجو منالبات استساسباچو خالو وقت غارا اكو لا يرامد يچلال ادميو مغفاتو راسو يمياماطاباچو چغروچ لنورو يچلالو انغدي يسو لج تفطرو نو الله سبحانه وتعالى سون مجمريا دكاما درغو فطرو كزي ابو حالا تنكار ارغوال اندغنا ود دكامانت يملسوال الله الذي خلقكم من قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا ثم جاء مندنو كدكمت فطراچو كزي كدكامانت بوحالا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء ويختار الله مالت يا ان انتن كدكامانت يفطر يهونه جيتانو ك
ከዚያ በኋላ ደግሞ ጉልበትን ያመጣ አቅምን ያመጣ ከጉልበቱ በኋላ ደግሞ ድክመትና እርጅናን ሽበትን ያመጣ የሆነ ጌታ ነው ይላል እንግዲህ ሶስት እርከኖች የሰው ልጅ እድሜው እስከረዘመ ድረስ መፈራረቃቸው አይቀርም ሶስት ነገሮች ያጋጥሙታል ስለዚህ አባቶች ጉልበታቸው ሲደክም ሲያረጁ በንቀት አይን ልትመለከቷቸው ፈጽሞ አይፈቀድላችሁም ነው የሚለው ባነጋገር ደረጃ እንኳን የማይጠማችሁና የማይገባችሁ ነገር እንኳን ቢናገሩ አይ እንዲህ አልነበረም እኮ አባዬ ብታዳምጠኝ እንዲህ ሳይሆን አይቀርም በትሁትነት አስረዳው እንጂ አጭ አንተ ደግሞ አይገባህም ኡፍልለኩማ እናንተ ደግሞ በቃ የድሮ ሰዎች ዘመኑ የት እንደደረሰ አታውቁ ይላል የዘበናችን ሰው ከዚህ አልፎ ተርፎ ሌሎች በደሎችን የሚሰነዝርም አልጠፋም የቂያማ ምልክት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው እንደተናገሩት ልጆች በወላጆች ላይ ማመጽ ነው ዛሬ ለመስማት የሚዘገንን ነገር ሁሉ ይከሰታል ቁርአን ግን አነጋገርህ እንኳን አደብ የሌለው እንዳይሆን ይላል ወላ ተንሐርሁማ ሰዎች ናቸውና የሚያጠፉት ነገር ካለ ደግሞ አትወርፋቸው አነጋገርህ ዘለፋ ያዘለ አይሁን ረጋ ብለህ አስረዳቸው የተከበረ አነጋገር ተናገራቸው ይላል ከሙእሚን አባት ጋር ቀርቶ ካፊር እንኳን ቢሆን ማለት ነው አባትህ ወይም ዓሲ ወንጀለኛ እንኳን ቢሆን እናትህ እንደዚህ አይነት ብትሆን ዒያዘን ቢላህ በምን መልኩ ከነሱ ጋራ መተዳደርና መኖር እንደሚገባ ከነቢያት ታሪክ መማር ይቻላል ለአብነት ያህል አላህ በቁርአን ላይ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቂሳ ጠቁሞልናል ابراهيم عليه السلام الله نبي ያደርጎ ሲልካቸው የመጀመሪያ دعوة የጀመሩት ከአባታቸው ነበር يا ابتي አባቴ ሆይ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ለመሆኑ የማይሰማ የማያይና አንተንም ከምንም ነገር ሊያድንህ የማይችልን አካል የምታመልከው ለምን ይሆናል ራሱን እንዲጠይቅ ጉዳው እንዲከነክነው ስራ ሰጡት ያ አባቲ قد جاءني من العلم ما لم ياتك كأوقات انت ያልدرسكበت ላንተ ያልመጣ ነገር ነው ዘንድ መጣል ምናልባት በእናንተ ዘመን ያልነበረ ዕውቀት እኛ درسንበታል ቢባል ባሁኑ ዘመን ችግር የለው ابراہیم عليه السلام እንዳደረጉት ማለት ነው እኔ ዘንድ መጣልና የተሻለ ዕውቀት درسኛልና ና እኔን ተከተለኝ ቀናው መንገድ እኔ ላሳየ فتبعني اهديك صراطا سويا ትክክለኛው መንገድ መራህ ዘንድ እኔን ተከተላ እንዲህ ብለው አባታቸውን በትሁትነት ሲመክሩ አባትየው ግን ይሄንን የሳቸውን አቀራረብ ይሄን አክብሮት ዋጋ ሳይሰጠው ቀረና በእምነቱ ጉዳይ ላይ ስለመጡበት ዘለፋ ሰነዘረ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ለመሆኑ አንተ ከኔ አማልክቶች ጥላቻ አለህ ማለት ነው እንዴ ኢብራሂም ሆይ አላቸው ለይን ለም ተንተሂ ለአርጁመነك ከዚህ ጉዳይ የማታቆምና ማትቆጠብ ከሆነ ገርፋለሁ ወህጁርኒ መልየን ለዘመናት ራቀኝ ካጠገቤ ላይህም አልሻ አላቸው እሱ ዘለፋ ሲሰነዝርም እንኳ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያን አልፈለጉም ምንድነው ያሉት ሰላሙ አለይከ ሳስተግፍሩ ለከ ረቢ انه كان بي حفيا ደህና ሆንልኝ አባቴ ጌታዬ ምህረት ያደርግልህ ዘንድ አማጽነዋለሁ ጥፋትህን ይቅር ብለው ያልፍህ ዘንድ እርሱ ለኔ በጣም የሚንከባከበኝና ትኩረት የሚሰጠኝ ስለሆነ አይጨክንም ብዬ ተስፋ ስለማደርግ አላህን ለምንልሃለሁ ለማንኛውም ከኔ በኩል ክፉ አይደርስህም የሚበጅህ ይሄ ነው መከራሃለሁ ብዬ መጣሁ እንጂ ላስከፋህና ላስቀይምህ አይደለም በማለት በትሁትነት ነው የተሰናብቱት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸውን በዚህም አላቆሙ አማልክቶችን ሲነቅፉ ግን ኡፍልለኩም ወሊማ ተዕቡዱነ ሚን ዱንላህ ነው ያሉት አባታቸውን ኡፍን ባይሉም አጭ እናንተ አሏቸው ሙሽሪኮቹን አሰባስበው ከአላህ ሌላ የምታመልኳቸው ነገሮች በጣም አስቀያሚዎች ናቸው እኔም መጉዳት ግን ቅንጣት ያህል አይችልም እኔ ባንድ ጌታዬ ብቻ ነው ማምነው ወከይፈ አኻፉ ማ አሽረክቱም ወላ ተኻፉነ አንኩም አሽረክቱም ቢላህ እናንተ በአላህ ያሻረካችሁትን እኔ እንዴት ልፍራ እናንተ ራሳችሁ እንኳን በአላህ ማሻረክን ሳትፈሩና ሳትታፍሩ እየፈጸማችሁታል
قرآن انجريه اندي بزي ملكو ولا جوچن اندن ننكباكبا جونا انگا غراتشن چمر عدب يالو اندي خون ياستمرنال ناتو چاچونا اباتو چاچون يمين كباكبونا متاززو نبيو چن بمثالي انت تقصوات جوان لمثالي سلا نبي الله يحيى عليه السلام سنگر بزوز اناو چاچون بزوكم نگرو چاچون كاوستابو حالا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا له لولا جوچو بگو سري نبرسو اكاننا امصنيام ايدلم يلال اباتنا انات لجوچاچو اندميازنوت هلو لجوچ دگمو لباتنا لناتوچاچو بتام مازن تهوتنتن ما سايت تگبينا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يمتنانسن كنف كازنت غارا يهونون زق ادرغلاچو الى الله متنانسو ازنت ازل متنانس اندي هون معناتنو لولاجنا لناتي املكو بحري انداينورو جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حسان هوني اندتن كباكبوني هلو انتم دغمو اذن اللاچو ايالكم دعاء درغلا سلام نبي الله عيسى سيناغر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لولا جناتي دغنيني چكاننا ادلبي سالا درغنيم الله سبحانه وتعالى چروتاو هونو اندي دغ ادرغونيال بلو الله ان يمسكنالو سلا راساچو سياستواوقو مالن ና መላው የሰው ልጆች በወላጆች ጉዳይ አደራ ተላልፎላቸዋል ወወሰይነ الانسان بوالديه ሰውን በወላጆቹ አደራ ብለነዋል ወላጆቹን ችላ እንዳይላቸውና መብታቸውን እንዳያጓድል ኑዛዚያችንን አስተላልፈናል وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما بايهون الناسو የማታውቀውን ነገር በኔ እንድታሻርክ የሚታገሉህ ከሆነ አትታዘዛቸው ወላጆች ልጆቻቸውን በኩፍር ወይም በማዕሲያ የማዘዝ ስልጣን የላቸውም ምንም ያክል ሐቃቸው ካላህ ቀጥሎ ነው ቢባልም ያላህን ሐቅ የመቀናቀን አቅሙ የላቸውም አይፈቀድላቸውም በዲንህ ጉዳይ መተው የሚታገሉህ ከሆነ አትታዘዛቸው አለ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ودنيونا يمتم اللسوت يمتسروا النقر هلو نجمو أسرد داتشو الله إلى الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سلا لقمان زنا الله بقرآن وسطال بلقمان سم متستر رافا مالت لقمان مالت عند الله من مفراء أبيب በጣም ብልህ የሆነ ህክማ አላህ የሰጠው ሰው ነበር ከቀደምት ህዝቦች እና ብዙ ምክሮችን ለልጆቹ አስተላልፈዋል እነዚያም ምክሮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ለኛ ነግሮናል ማንንም ወላጅ ለልጁ ሊያስተላልፈው የሚገባው ምክር ስለሆነ ማለት እና ሉቅማን ለልጁ እየገሰጸው የተናገረውን ለህዝቦች አውሳላቸው ይላቸዋል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን አለ ልጄ ሆይ በአላህ እንዳታሻርክ አደራ لمن ان الشرك لظلم عظيم شرك اجيك بتام غزو في هنا غفناهنا بدلناهنا كذام قتلوا ووصينا الانسان بوالديه ساون دغمو بولاجوچو ادرا بلنوال لمن حملته امه وهنا على وهن اناتو دكام بدكام لاي تدراربوبات نو يا رغزچو يرغزناو دكام من ياهل اندهونه غلصنا مجب كلكلواچو طيننتاچو نستواچو گولبتاچو دكمو 9 ور مكراچو نايتو تسقايتو كذا بوالا دكمو متو ليلا مكرا نو اناتوچ يمياوت اندگنا امطو بمولد بيچا ايا بقالاچو ميلجاچو طاطا 2 عامت يماطبات سرا اللباچو وفصاله في عامين كناتو طوت يمنطلو بو 2 عامت ادمي نو يلا ስለዚህ እንደ አይነቱን ሰው በዚህ መልኩ የተወለደውን አደራ ብለናል አንሽኩርሊ ወሊዋሊደይከ ኢለየ المصير እኔና ወላጆችህን ምስጋና አድርሰን
لنين على ولاجوجه أمسكن هلاجهم مما لشاجه ودنين إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله سبحانه وتعالى شكرا قدي بعبادة وبصلاة وبصوم وبحج وبزكاة ونبل الوجه ملكام سراوش لكاتة تجلال يا ولاجوج شكر الساعة أكمل بفكده ونقر هلو أن السلة ما سدست دفاك أنا بمالتنا إن قول لاجون نقر هلو بمام مالاتنا كبال بيته إناتهن بماسك الدم أباتشن بماسك الدم إنات أباتشنن بماسك الدم لنسو دستا لنسو إركاتا منورنا برقد ولا جوج يلي جوج تشاتشو نورو مدراجتنا مدست كراساتشو يبلتا يساسباتشوال إذنتنا الله سبحانه وتعالى قلباتشو وست أسك أمطوال النمالن يان بيهون ببزهن يوكزي زاري متايو سوو دراسو أتوكو كراسو ألفو للجوجنا لمستو كمان ننبلاي كدمي أسدتو ولا جوجو كسانا نتو جمروسين كباكبو ينبروتن من البات بامتان ديكزي ولاتكزي ميزا يروسو اتشمالو لزي آرام قمالن بقال سيهم انكو انا درساتش بلو عندما ان منقدا درس بلو وطا ايها دلم يوالاج منقد انكو ستهد انات عباته ناس فكده نوم يهدي اللب ستن ملس متعيش عالله مالت ازي بوتا درش عالله اندي اينا تاقات مونيال بكنياتو انت ست السمارة قلباتشو كانت قا السمارة للنسو انت بات تاوكو مالت لباتشو كانت قانو لجي من اقات مو مكينا قتشو قدل قبا سوقات تعالى نبرتو تزرف من اقات مو يوني يالو سلام تيج انكالو سلامون ورا تشون كان يما تاسب مهون اقباب ادلم شكرا تشون ولتا تشون ملس نو ميلو ولتا تشون دي بقلالو اي ملسم اندو بتچاله متن موكرو نو انجي ياو قدم اندالكوت منم انكو مبتا تشو كباد بيهونم بيهونم دغمو انتن بدينه لاي طالقا غبتو شرك اندتسرا معصيه اندتسرا يماس قدد اقمو يلاچوم سلطانو ميلاچو وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يما تاكون نغر بني عند تشارك بتاغلو اتتازازاچوال مندنو هي غدب نو يولاجوچ مبت زي لا يگدبال مال يمان مخلوق مبتم زي لا يگدبال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق عند فطر يفطارين حق بما غادلنا معصية بمسرات بكل لتازغت ميقبا مبت يلو ما نميهم ما نمالتهم ولا جميهم هونهم النسو مؤمنوك كالهونونا كافروك هونو ويم عاصيوك كهونو ومن ولكو النسو كامنورن دم ميقبا اندي بمالات قرآن يستمرن وصاحبهما في الدنيا معروفا بدنيا بملكا مابرحات شونور امي اسفل لقات شون اكمه بفكد ملكو كمادرق ودوهالا اتبل يالچال كون دغمو قلباچو شك اندا يادرباچونا مطفو ترطاري لباچو وست اندا يادر يقرتا بمطيق سلال تساكالني نو اندي خونيه نو اندي حغات موي نو بله وناچو ماسامر يتطبق بحال مالنا واتبع سبيل من اناب الي ودني يتملسوتن بارياوچ منغد تكتل الى ووصينا الانسان بوالديه احسانا بل لام انكز يعني نو سي دغمو ساون بولاجوچو بگو يول زند ادرا بلنوال نزازي يا الله نو هي اندات توچلا انداتلو حملته امه كرها ووضعته كرها بسقاي بچگر ارگزچو ناتو صنسچو اندزيهم دمو بمنگلاتات يچگرات ولدچو يلا وحمله وفصاله 30 شهرا ارگزناونا مولدو ሰላሳ ወራቶችን ይወስዳል አለ 30 ወራቶች ማለት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ልጅ በ6 ወሩ ከተጸነሰ በ6 ወሩ ሊወለድ ይችላል ከዚያ በኋላ ደግሞ 2 አመት ይጠባል 24 ወራቶች ናቸው የእርግዝና ጊዜና የመወለድ የመጥባት ጊዜው አንድ ላይ 30 ወራቶችን ያካትታሉ 30 ወራት ያህል ቢያንስ አብራ ተለፋለች ማለት ይሄ ነው እንጂ አንድ ልጅ መጥባት የሚገባው እስከ ስንት ወር ድረስ እንደሆነ እስከ ስንት አመት ድረስ እንደሆነ አላህ በቁርአን አስቀምጦታል ይሄ ደግሞ የልጆች ሐቅ ነው والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ወላጆች ልጆቻቸውን ሁለት አመት ያጥቡ ይላል ይሄ رضاعን ማማለት ለፈለገ ሰው ነው አለዚያ ከሁለት አመት በታችም ችግር ተፈጥሮ ቢነጥፉ
ወንጀለኞች ናቸው ማለት አይደለም ግን ትክክለኛው ይሄ ነው ይላል። ሰላሳ ወራትን አንተ ጋር ተንገላታ ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጆች ሁለት አይነት ልጆች ናቸው ጥሩ ልጅ አለ መጥፎ ልጅ አለ ጥሩ በምን መልኩ ያን ሁለታ ለመመለስ እንደሚጣጣር መጥፎው ደግሞ እንዴት እንደሆነ አላህ በቁርአኑ ያሳየናል حتى اذا بلغ اشده تنكاري درجه اسكم يدرس درس بنصون كبكاب يالفال وبلغ 40 سنه 4 امات اسكم يدرس درس 4 امات سيمولاو قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي جيتاي هوي بني لا يوالكون صغاهن لا مسكن له زند انت واسچلني اقمون ستني አሳካልኝ ይላል ወአላ ወልደየ ለባ ለወላጆችም የዋልከውን ውለታ ለማመስገን አብቃን ወአን አዕመለ ሳሊሐን ተርዳ አንተም ትወደውን በጎ ስራ እንድሰራም አሳካልኝ ወአስሊህ ሊ ፊ ዙርየቲ ተውልዶችንም ጥሩ አድርግልኝ ለወላጆቹ ዱዓ ያደርጋል ለራሱ ዱዓ ያደርጋል አልፎ ደግሞ ለሚተካው ትውልድም ዱዓ ያደርጋል እንግዲህ ይሄ የደግ ልጅ ምሳሌ ነው واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني ود انت تملشالو اني دغمو كمسلموچ نني جيتا يباك بمالت الله ان يلمنال اندي عينتون سو اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا كمي سروت سرا كله اجيك بطام يا مارون انقبلاتچوالن طرون انقبلاتچوالن ونتجاوز عن سيئاتهم كفسراوچاچون دغمو بيقرتا انالفاچوالن يلا في اصحاب الجنه بجنه سوت محل يهونالو الذي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون يقطروت ينبروتن يونت قال ويم قطرو اون لنادرغلاچو بمشات يلال انغدي طرو هنا ليج الله ان ميفرا تقوى يالو سو الله لسه يسطو النعمه يا مسغنال منالبات نعماون مسغانون اغواديه كونه دغمو بتموالا ملكو اندا مسغنه انتوا ابقاني بلو الله اني لمنال يا الله النعمه انا مسغنا انزلقو انت عدو نعمه الله لا تحصوها انا قطرنا اندا انزلقو كله جن تككلنياو يا شكر اينت علماوچ سيناغرو لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ያንተን ውዳሴ አላጠናቀቀውም አንተ ራስህን ባወደስከው መልኩ ትገኛለህ ስለ ራስህ ካንተ የተሻለ መግለጽ የሚችል የለምና ማለት ነው ይላል ይላሉ ዑለማዎች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ያንዳንዱ ሙስሊም ከሰላት በኋላ ማድረግ ያለበትን ዱዓ ሲያስተምሩ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك አንተን ለማወደስ አንተን ለማመስገንና መልካም አምልኮ ለማድረስ እገዘኝ ብለው ዱዓ እንዲያደርግ አስተምረዋል ስለዚህ ይሄ ጥሩ ሰው ኒዕማህን እንዳመሰግን አብቃኝላል ከዚያ ቀጥሎ ለወላጆቹ ያለውንም ኒዕማ ወላጆቹን ጤነኛ አድርጎ እሱን ወልደውና ተንከባክበው እንዲያሳድጉ ያስቻላቸው ጌታ በዚህ ጭሮታው ሊመሰገን ይገባልና ይሄን ለማመስገን አብቃኝ ለትውልድ የሚላል ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ከባለቤቶቻችንና ከዝርያዎቻችን ያይን ማረፊያ የሆኑትን ስጠን ብለው ዱዓ ያደርጋሉ ሙእሚኖች በማለት በሌላ ቦታ እንደሚናገረው ማለት ነው የፈጣሪውን حق በትክክል ይወጣል የወላጆቹን حق በትክክል ይወጣል የልጆቹንም ማልፎ እንደዚሁ حق ለመወጣት ደፋ ቀና ይላል ጥሩ ልጅ ይላል በተቃራኒው ያለውን ደግሞ እንዲህ በማለት ይገልጻዋል والذي قال لوالديه اف لكما ለወላጆቹ አጭ እናንተ ሲያለው ሰውዬ اتعدانني ان اخرج كمقابر توطانا في جيتا في تقرباله يالاچو نو يمتاسفرارونی انانته وقد خلت القرون من قبلي كان يبي في تنبروا بركاتا يكفل زمانات حزبوت يالفو هو نو ياله ما نموتو يتنسالنا نو اندي متلوت سلادين سيستمروت سلملكام نجر سيمكروت اسو بفيزنا بانبيتنيتو يقتلع وهما يستغيثان الله ويلك عامل الناس دغمو الله ان يلمنو يا رب لجاچنن طرو ادرگلني يالو الى فاق دمو مسون يمكروحال يمكروتال ويوله امن انت ان وعد الله حق يا الله قدرو انهنا يقرال مسلوه اندات تتعلل بمالف يمكروتال اسو دغمو فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ايه قدمت حزبوج ترات نو سيبال قويتوال زاري بزبناچن ابابال انبلنا سو نقطو
سلطاني يت درسو اونم سلا ليلا عالم نو متاوروت كزي بستجربا بلم يليلا اندي عينت كهاديوچ قالو انغدي ولاجوچم ايلفولاچو يكهدتن اقطاچا يمرطو يسلطنونا ينقو يمي مسلاچو طماماوچ مالتو اندني من يهونالو تادا اولئك الذين حق عليهم القول في امم اندي اندي عينت سوچ وصانياچن يترغاغطباچو ناچو ያለፉ ተመሳሳይ ህዝቦችም አሉ እንደነሱ قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين كساريዎች ናቸው እነዚህ በማለት الله سبحانه وتعالى ይገልጻል ማለት ነው እና الله سبحانه وتعالى አደረ ብሎ በዚህ መልኩ አስተላልፏል በተደጋጋሚ በሌላ ማንቀጽ ووصينا الانسان بوالديه حسنا ሰውን ለወላጆቹ በጎውል ዘንድ አደረ ብለናል ይላል تكاكمهم بيقلصوا قن وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إما التوقعون بني لما الشارك بيتاقلوها التتازازات شويلة إهن معنى بأرات أنكسوش بيانس دكاكموتا المالتنا الله سبحانه وتعالى لمن دنو حقات شون ولا جوشم اندعو قلنا قدووس كمن درس اندهونا اندي ردونو الزلاية عند تاريك منسات يكدي هنا نبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعوا كفل زمن بدعواتشو كافرواتشو دنك مؤمن ويجمهكال عندو سعد بن أبي وقاص يبال نبرة سعد بن أبي وقاص زمداتشو منو بناتاتشو وكل كذا سعد بن أبي وقاص اسلمنا انتك أبلا اسلمنا انك مكبلون بفيت دقسو نبرنا لناتو بطعام خيرو لله تنبر بطعام انكباك بات نبر اسلمنا مقبلون ستسما يالچون ሁሉ ነቅፋት ስለማያውቅ ተደናገጠችና ሐሳቧን አውጣጣች ይሄ ልጅ ምን ባደርግ ነው ከዚህ እምነት ልቀለብሰውና ወደ ነባሩ የአባቶች እምነት ልመልሰው የምችለው በማለት አሰበች አይ በቃ ምግብ አልበላም ውሃ አልጠጣም ይሄን እምነትን እስካልተውቁ ድረስ ማለት አለብኝ አለች يا سعد عليك سعد هوي سمعني عليك إن علي ألا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد نقدي كزاري جمرو عند سلت وين قال لقبان البلن قال تتم وي اسكمموت وي أنت يا محمد أمنت اسكمت تودرس مقبع قومان لهن متتع قومان له عليك هاي بزي بكلون كوان بيك ربش الشالال يمنيش لون هلو عرقال له لانشي بأمنتي كمتا شبنجن لا درقو اندم مالش لأسرد داشا اللو حالات هاي لقزيون هنديها لو بلاصة اناتون قدائي يالا هزبو الله سيكون ننهنو رالا اني من چكرين يالج كزيا مقبانا قارتج عندكان ولكان ستاقوارد سونتهم تزلف اللفة مقوم من نسات اسكم ياكت هذا الدرس قدي لا كفرة لزالة شركوة لطاوتا يهن ياكل ما سؤالتك فلا لك يسو ذاري مسلمين ان يميلو لدينو من يهل يسراني هلو حتى يهيكي قدينو انما قبس هات بلا وها سات تتا يتوسنو كاناتو اتشن كاس اللفج بوهالا اكتشو اللنقراتنا اكو امان توسر بلو سعد متا يا اما هالات اما يهوي والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم فكلي ان شئت او اتركي له والله اناتي بقى الله ميه لا رغقت ليش 100 نفس بتنورش انكون عند نفس قرطو ترى بترى ياندندوا ستشلك انكون باي يا محمد الدين فطمو التوم ايه نوقي يعني ما موت ينين أقوام عندما يكيرو ترج كذي بوالا بتفلقي بي بتفلقي تهيوالات قررات أقوام ما يازون ستاوك مقبين عن طول البلا مقبون بلاج يلالو ايه حديث جزء منه رواه مسلم كريون كفل دقمو رواه الحاكم وقال صحيح ازيلين انقريش እናትና አባት ደግሞ መብታቸው እስከምን ድረስ ማወቅ ያለባቸው በጡቴ ይጃለሁ እንዲካላደረክ
ወደ መስጂድ ለምንድነው መተማላለሰው? ዒልም ይያልከ አንተ አዲስ ነገር አምጥተሃል። የተለያዩ ተልካሻ ነገሮችን እየተናገሩ ልጆቻቸውን ከጥሩ መንገድ የሚያሰናክሉ ወላጆች አሉ። ወላጆቹም አላህን እንዲፈሩ እንመክራለን። ሲሆን ልጆቻችሁ ኸይርን እንዲማሩ ማድረግ ግዴታችሁ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራን ነው ያለው። ራሳችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት አድኑ ብሏል። ከእሳትም እናድነው ደግሞ በጎ ነገር በማስተማር ነው። እንድትጠነቀቁ ወላጆችን እንመክራለን። እንደገና ደግሞ ልጆችን ብትሆኑ ወላጆች በሐራም ቢያዟችሁ ወይም ከዋጅብ ነገር ቢከለክሏችሁ የመከልከል መብት እንደሌላቸው በማወቅ የሚጠበቅባችሁን ልታደርጉ ይገባል። ይሄ ማለት ግን ከዚያ ነገር ውጪ ባለው የወላጆችን መብት አጓድሉ ማለት እንዳልሆነ ተረዱ። ወላጆች حق አላቸው በልጆቻቸው ላይ። ያን حق ለመወጣት ሁሉም ጥረት ማድረግ አለበት። رسول صلى الله عليه وسلم በሐዲሳቸው ስለ ወላጆች ብዙ ተናግረዋል። ከነዚያ መካከለ የተወሰኑትን ሐዲሶች ቀንጨብ አድርገን ለማቅረብ እንሞክር። روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله كسره له الله زند بطام توداجو يتنياو نو بيه يا الله النبي تأيقواته إلى قال الصلاة على وقتها صلاة بوقتها ما كناون نو جيك بطام الله ميودو مالتك توحيد كتلو مالن قال ثم أيون كزي هسا قطلو من دنو بيستيقاتشو قال ثم بر الوالدين كزي بوهالا اللو دقمو لولا جوج بقو موالنا ولا جوج من كباكبنو قلت ثم أيون كزي سوستن يوم من دنو سلاتشو قال الجهاد في سبيل الله با الله من قد متاقلنو بلو نبي صلى الله عليه وسلم نقرون يلا صلاة يا الله حقنو كالله حق قطلو هنن بحديث يتقلس ومن دنو يولا جوج حقنو بللام حديث روى الامام البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر نبي صلى الله عليه وسلم صلى تعالى لك وانجلوج تطيقوا ولال مندنو تلك وانجل مالت مندنو قال الاشراك بالله عند قطر بالله ما شارك نور كذا قطلو وعقوق الوالدين ወላጆችን መበደል ነው ማንገላታት ነው ትልቁ ወንጀል አለ። وقتل النفس نفس مقدل ራሱ በሶስተኛ ደረጃ ነው የተጠቀሰው ከወላጆች حق በኋላ ማለት ነው። وشهادة الزور يوشد مسكرነት እነዚህ ናቸው የወንጀል ቁንጮ ተብለው የሚቀመጡት ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቃቀሷቸው። وفي صحيح مسلم عن حديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي كسوته له بني انكبكابي يبلطون تغبي يهونو ما انو كمانن بلاي ابلچي انكبكابي لسطو ميغباو ما انو بلو طيقاچ قال أمك إنا تهنات لتنكباكبات يمي قبها قال ثم من كالجاس قطلو ما النوال قال ثم أمك أهنم يو إنا تهنات يمي قبات قال ثم من سوستن يارب مستيق أهنم يو إنا تهنتن كباكبات نبي صلى الله عليه وسلم أردتن ياتيك قال ثم من قال ثم أبوك كذبوا على أباته نو انكباكبات يمي قبات لأنات سوست آراتتن يا مبت ستو لابات دقمو آند آراتتن يا حق ستو إهلا من دن يهونو إهونو إنات يمتلفاو لفات يمتكفلو مسوعت النت كأبات بجيقو يبلتنا كس انس جمرو اسك مولد اسك ماتبات كزيام مالفو اسك ما صدق ازنتوان لسو مچر ودراسا اكف مادرك ሲከፋው ማባበል ሲያለክስ አባብላዝም ማስደረግ ቆሻሻ ሲወጣው ቆሻሻውን ሳትጠየፍ አጥባ አጽድታ ሽንቱ እንደ ሽንት ሳይመስላት ሰገራው እንደ ሰገራ ሳይመስላት ቆሻሻውን ቶሎ አጥባ እቅፍ አድርጋ ስማ
ساتت ايفو تنكا باكا بناتا ساتكو عالجنة اين مدرب وندوش لاندك ان انكوانا يجلو انكوانس هول جزي ليادرغوت كارتو سيتوش بيت نوميكا متوت منسرع اللاتو ان يانا نمان ننكا باكا ويمنو وندوشن هول جزي ان ايملو نقرالي برغت سيتوش يوش انسرع اندو وندوش لا يجلوت يجلالو جيني بيتوس تنسرو تسرع وندوش دمو وندزاو ايجلوت قرآن سلبال الناميس سيناقر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلال وندوش بسيط وچلاي أساد داري وچناتشي بلاي وچناتشو قماشوچون كقماشوچ الله بالچاسل ستو وبما أنفقوا قنزباتشون امسلاه الطيلة بما فضل الله الرجال على النساء أيلم قل وندوش كسيطوش سلمي بلطولو وتكلو ياسك أمتو لمن دبي بال وندوش ميبلطبت زرفا لا بمسكاتشو كتسمارو سيتوش ميبلطبت رقموال ابيتوستي اللو انسرع لمسرات لجوش لما سادق تدارن كوست هنو لممرات سيتوش يميسروتن وند فتصمو ايشلو زلزي املوال لنيار كواتشو عندكن يبيت انسرع اني الاسرع بله الصان رافي بلاتستي موكرو بتلي لجوش من كباكب بتملكته أنت طاعت صراحته داله صراحه له ما تاسد ملس باكاتو نزل ويزم ما سبلو لي لجوشاتو نيازو لكي نسو بچار جوشن دهونو عدرق ستا باررنا ست شنجي تامشال بزيف أنت استيزاريا أنت رفي باقزيم تيني لليتم عدتن نشي توت باين ورنينكو باتو طوم وكروا اللو بلا استي عندك راسهن فتر النات كأسر اسكحايا قزي لجوغا تنك عالج بالك كسكودر تنستا عبابلاو توتانا قرسا تستنجو عالج انتيان ننسرا بتطول لمتكات عندك انا موكرو عند قزي هلت قزي سوس قزي عمس الدست اسكسر درس اندمان منشكنا بتكو يمنكو كزابو على سيسالج من عباتوني هي عدبي للو نجبلي كوركوما نفسون ساتن دات تارقونو مياسقو اتشلو ابدا تلك وظيفه انه يازوت مالط لذين شريعهم يناتوچن حق كاباتوچ بلا يادرغو 3 4ኛውን لنسو يسطو مالط ياند كان انكون انچ لمنسو ميسروتن نغر بتقارانيو دغمو سيتا يوندون سرات تشلوون بحقيقه وكونه وتو بيمكروت غلبت مياسفلغون لفات مياسفلغون نغر وطاوردون ايچلوتم لذين الله سبحانه وتعالى يسرا كففل يادرغونا سيتوچن وقرنا في بيوتكن الىچوال ابيتاچو كوچ بلو يبيتو سرا على اللقم بزونو عندهم اقاج اسفلقوال وندوچن دهمو كسباچو لفتاچو يتم هيداچو يراساچونم يبالبيتوچاچونم يلجوچاچونم يبيتسبوچاچونم وچي شافنو وزادرناچو مالتنا بمالت يازال انا لابات اراتنيا سوست اراتنيا مبتي تتسطبت مكنيات يهي نو برغت اباتم بيهون چنقتو لفاتو በቀላል የሚገመት አይደለም የተሰቦቹ በሙሉ ተረጋግተው እንዲኖሩ ጉልበቱን ግዜውን ሰውቶ ይከስባል ልጁ ጥሩ ትምርት ቤት እንዲገባለት ጥሩ ተምሮ ከሰው በላይ እንዲሆንለት አባት ይለፋል ማንንም ሰው ማንንም ቢበልጠው የሚወደለም አባት ብቻ ልጁ ቢበልጠው ደስ ይለዋል እሱ አልተማረም ልጁ ዶክተር ሆነ እሰይ ነው የሚለው የራሱ ውጤት አድርጎ ነው የሚያስበውና ቀላል ልፋት አይደለም የሚለፉት ማለት ነው لذي نو عبد الله بن عمر باستلالفت حديث نبي صلى الله عليه وسلم زند عند سومتانا جهاد لوطا فقدوا لي يالاچو كرسو غارا كفاروچن لفالم قال احي والدك ولاجوچه بهوت حالو قالوت قال نعم هاو والاچو قال ففيهما فجاهد እነሱን በመንከባከብ ታገል ያንተ ጂሃድ እሱ ነው አሉት። እንግዲህ በጣም ደካማ የሆኑ ወላጆች ካሉት ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ጂሃድ ዋጋለው ብሎ ጥላቸው ቢሄድ ወይም ዒልም ማራለው ዕቀት ቀስማለው ብሎ ጥላቸው ቢሄድ እነሱ እዚህ እንገላታሉ ይጎዳሉ በደረሰበት ቦታ ሊረግሙትም ይችላሉ። አላህ ዘንድ ደግሞ የማይወድቁና የማይመለሱ ዱዓዎች አሉ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ሰዎችን ተክሰዋል።
ولاج بلجولاي يمي أدرقو دعا رقمانو أي كرم أزاني سلوهونو أي جاكونو منانو انجي ولاجوج اندقنا دقمو تومن يمي أدرقو دعا يتبدل سو مي أدرقو دعا أي ملسن بلوال أنت لراسهتك مستل ستنك ساكس ينسون حق متاق قادلكو هنا تلك تقري درسال فساد عريض الفترال لزينو ففيهما فجاهد يالوت النسو بمكة ماكب جهاد أدرقي أنت جهادي هين والوت بليلة حديث دقمو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ترمذي بزقبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد جيتا ميودو ميدستو ولا جه سيدست بهنو الله ميكوتا دقمو ولا جه يتكوتا بهلت بيتشانو انقدي الله سبحانه وتعالى راسو ولا جوچن كالتن كباكبك ميكوتا به كهونا كمان غانو تسمانت يمتنورو لفطاري انكون تامانيا لهن كنا مالن ወላጆችን በማስቀየም የተነሳ ፈጣሪንም ጭምር ስለምታስቀይም አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ስላንተ የሚያውቁት ነገር ኖሯቸው ላንተ ግን መንገር ስለማይፈልጉ በተዘዋዋሪ መንገድ ይመጣሉ ለምሳሌ ይህችን ባለቤትህን ፍታ ሊሉ ይችላሉ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ጥያቄ ነው ይህችን ባለቤትህን ፍታ ይላሉ ልጅ ደግሞ ያፈቅራታል እነሱ ደግሞ ያዩባት ነገር ይኖራል ያን ነገር ላንተ መንገር አልፈልጉ መፍታት ነው ያለበ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአቡ ደርዳ በተወራው ሐዲስ መሰረት አንድ ሰው መጥቶ ጠየቃቸው ان لامراته ሚስት አለችኝ እኔ وان امي تأمرني بطلاقها እናቴ ደግሞ እንድፈታት ያዘዘችኝ ነው من لا درق بلو أبو الدرداء أنت إيك قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه ولا جمالت يجنة بر مكاك لنيو بر مالت نور كدار كقول نساهون كتتافي تلفيت متقباب بر برهن ود جنة مكبيار كفلك كيهن بر انجدي تو عالقبابتن بله تو كالفلك كفلك كده قمو تقبك انجدي جنة مقبات على مقبات مرچاو يانتن بچا جنة متقباو بسو بقلنو بلو نبي صلى الله عليه وسلم لاند سو سيمل سو سميچال لهن نا عالو تابو الدردائي تجاك اچون سو اني مهنو نومله الناتهن عطاس كفالوت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمي ودات عندت بالبيت نبرتشو اندازيهو عمر رضي الله عنه قال وددوات مياتشلج لليجي متخون عدلتش مارو ابات لليجو اواكينو انات لليجوام بقو نگر انت من يالج دمو كادمي ماكوايا مياو قطبزو نگر نورال فتاسلوت ابن عمر امنتانا هدو نبي صلى الله عليه وسلم طيقاتش بقى السفتاك عليه فتالوت نبي صلى الله عليه وسلم لمن انقابلو مكنياتون الطيقو انقدي ازي دراسي هيدال مالانو ايسي بالغن فتشون يميتا يكوت ولاجوش شريعاوي مكنيات سينوراتشو بيتشا مهوني قبوال عندان نقزي انقدي ولاجوش كباهل تنستو ايجلج ينيا بيهير عبال عدل لجمنا ويم اندي هينت مسفر تالا موال لجم بلو زم بلو مدراوينا كشرع قاراتي عجنت يريل لو النقر بماس كمت የሰርጉለት እንዲንዲንዲ ያላደረጉልንምና መፈታት አለበት የሚል አይነት ነገር ቢያነሱ ይሄንን መቀበል ይገደዳል አይመስልም ለምን ቢባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማዕሲያ አያዝም ጣላቅ ደግሞ ያለ ምክንያት ከሆነ ወደ ማዕሲያ የቀረበ ነገር ነው አላ ኩል ሐል የወላጆች ሐቅ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ እትዳርህ ውስጥ ገብተው የመወሰን ስልጣን ድረስ አላቸው ብሎ ነው ሸሪዓው እየተናገረ ያለው ዛሬ ሰዎች ለወላጆች ምን ያህል እንክብካቤ ያደረጉ ነው ያለው ራሳቸውን ያውቃሉ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات
ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله سبحانه وتعالى بنان تلاي إنا توجن مانقلاتات ويم مبدل حرامات القوال ومنعا يوجب باتشون نقر مكلك لنا وهاتي يما يقب باتشون أنتو بلاتشو كسو مانتاتنم كالكلوال ووأد البنات سيت اللي جو تشاتشون كأنه هوت مكبرن كالكلوال لالا بجاهلي يوكزي سيت اللي سيولا للاتشو قد قر كفرو يكبرو مبر يعني نمالنا زاري دمو زمناوي يرج مكبر زريال عندناو سنسما سورة دمي بالو مالنا يهم حرام نوكرا من قدون ما استاوسو وكره لكم قيل وقال اندي تبال اندي تورا يالا تشو تشبت يللو نقر ما النافسنا ما الله يتعلو الله وكثرة السؤال لما نام أبزات وين دمو تياكي مابزات يهون يالهون هون يانسو وإضاعة المال قنزم ما باكننم الله سبحانه وتعالى كالكلوال تلتوال بمالت نبي صلى الله عليه وسلم قال سؤال نني يتكلكلون غروج معكل باند قطر ياسكمطوت اناتوچن مبدلن نو تلك وانجل سلاهونه مالو يولاجوچ حق اندي بتام يكبده نغر نو بزوچاچن يزنغانو بنهونم انكو جنت لمغباتم واستناو انسو مهوناچون نو بحديث يتنغرو في حديث ابي هريره الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أو عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أفنجاو كأفر يلاتم علو تدفتو يتفهم علنو أفنجاو كأفر يلاتم سوس قزي دقاق موالو نبي صلى الله عليه وسلم ማንነው እንዲህ አሉት ብለው ሱሐቦች ጠየቀዋቸው በመደናገጥ እንዲህ አልኩትማ ወላጆቹን በእድሜው አግኝቷቸው በህይወት ደርሶባቸው እርጅና ላይ ያሉ ያገኛቸው ሰው እንደል ኪበር ከሁለት አንዱን ወይም ሁለቱንም አግኝቶ እነሱን በመንከባከብ ጀነት መግባት ያልቻለ አፈሪ ብለው بمالت نبي صلى الله عليه وسلم تراكموا مالا جنتي ميك بيعبرون تلكون سايتكم بتكررنا مالا كرسول صلى الله عليه وسلم ارجمان لما دانم سيبال ان السم من كباك بيتبك بالنال ان السو بهيوت كليلوسا አንዳንዱ እድሉ ሆኖ ሁለቱንም በህይወት ያገኛቸውና የሚችለውን አድርጎ ይመረቃል ከአላህ በኩል የሚጠበቀውም አጅር አለ ሌላው ደግሞ ወላጆቹ ገና ነፍስ ሳያውቅና ራሱን እንኳን መርዳት ሳይችል የሚሞቱበት አለ እንዴት አድርጎ ነው ሁለታ ሊውልላቸው የሚችለው ይሄም ዘዴው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል عن ابي اسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل كنبي صلى الله عليه وسلم قارا قجب لني يالا كألتات عندك أن عند سو متعيل عليه صحابي من بني سلمة كبن سلمة قسايهون كجامدتو يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ولا جوچي كموت بحالا لول الله چو يمچلو بقو نگر يكر آلن دي آل كنات أيقوات چوال قال نعم آوال الصلاة لهما آن لنسو دعا مادرقنا لولا جوچ وقرآن نتازونا كدمن دان ببنو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا በልጅነቴ እንደተንከባከቡና እንዳሳደጉኝ ሁሉ አንተ እዘንላቸው ይያልከ ለወላጆች ዱዓ ማረግ ነው ቀጥሎስ ወልስትግፋሩ لهما الله ምህረት እንዲያደርግላቸው መለመን ወኢንፋዙ عهدهما من بعدهما قال የገቡት ነገር ካለ ሞት ቀድሟቸው ሳይፈጽሙት የሄዱት ካለ ደግሞ ያን ቃላቸውን ተግባራዊ ማድረግ ላንድ ሰው እንደ አይነት ነገር ሰጣለው ካለ አባት ሳይሰጥ ከቀረ ገንዘቡ ካለ ያን ነገር መስጠት ሌላም ሌላም
እንግዲህ እነሱን የሚመለከታቸው አህድ ካለ ደይን ካለባቸው ደይናቸውን እዳቸውን መክፈል እዳ ካለባቸው ማለት ነው وصله الرحم التي لا توصل الا بهما بنسو اما كانينت انجي ليقتل يما يچلن زمدنا دغو مقتل زمدنا لماغنيت كاباتنا كانات وچي ليلا منجد يلم يني زمدوج يا اباتنا يا اناتي بيتسبوچ ناتشو سلازي انسون زمدناچو مقتل لولاجوچي كم ادرغاچو بغو نغروچ عند واكرام صديقهما وداجوچاچون ماكبر يا اباتنا يا اناته قادنيوچنا زمدوچ قالو ويم قاد ما نو وداجوچ قالواچو بهيوت يميودواچو سوچ قالو اننيا سوچ اباته سيموت تسفا يقرطالو زمدي كونه مچم مايقر ليمتا يچلا يا جن غادنيا يهونو سو منو واغالو غلي نبر موتس بلو الله يا صبر الله يا اصنح انكون ميلو يلو حزنون وسطو واط ادرغو نو ميقرو ميودو سو سي موتبت مالن انت جن بولاجه بوتا تتكي هنا يان اسو يسطو ينبرون انكبكابي لتسطو يغبال نو ميلو حديثو مالن የዛን ጊዜ ምንድነው የሚሰማው? አልহামዱሊላህ እገሌ ወንድማችን ቢሞትም እንኳን አላህ ይማረው ይመቸው እዚያው ጥሩ ልጅ ወልዷል በረካ አላህ ያርገው የገሌ ልጅ አስደሰተኝ ይያለ አንተን ዱዓ አደርግልሃል ጥሩ ተከም ነው መታገኘው عبدالله ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم بتزجبوا حديث مسرد عند كان መንገድ ይሄዱ ከሰዎች ጋር ነበሩና አንድ ዘላን መንገድ ላይ አገኙ። عبدالله ابن عمر السلام عليكم አሉ። ሰላም ታቀረቡለትና የሚጓጓዙባት የነበረች አህያ ለቀው ሲያበቁ ናዚ ተቀመጣሉት። ተራ ዘላን ነው እሱ። ጠምጥመው የነበሩትን ጥምጣማቸውን አንስተው ደግሞ ሰጡት። ابن دينار ሚባል ባልደረባ ነበራቸውና اصلحك الله انهم الاعراب انذيكو زلانوچ ناتشو الله يا بجه انت لمن يملو نبرت لذي سو تاباكنال مغواغاجا حياچون سطوت طمطاماچون سطوت لمن يتارغال وانهم يرضون باليسير تنشي نغر بتسطو مكو ميدست بالاغر نو على عبد الله منالو ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب يزيه لج ابات يا اباتي يا عمر بن الخطاب وداج نبره غوادنياو نبره واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الولد اهل ود ابيه اني دغمو نبي صلى الله عليه وسلم كبغوچ ሁሉ በጎ ስራ ማለት ልጅ ያባቱን ጓደኞች ወዳጅነት መቀጠሉ ነው ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ ስለዚህ አባቴና የሱ አባት ወዳጆች ከሆኑ እኔና እሱ ደግሞ صاحبነታችን መቀጠል ይገባዋል ብዬ ነው እርግጥ እናንተ እንዳላችሁ ትንሽ ነገር ሊያስደስተው ይችላል ትልቅ ቢያገኝ ደግሞ የበለጠ ይደሰታል እኔ ደግሞ የበለጠ እንዲደሰትና መሐባው ከቤተሰባችን ጋር የነበረው እንዳይቋረጥ ፈልጋለሁና ነው ለዚህ ነው ይሄን ያደረኩት አሉ። እንግዲህ የወላጆች እንክብካቤ ከራሳቸው አልፎ ዘመዶቻቸው ጋር ዝምድናን መቀጠል ወዳጆቻቸው ወዳጅነታቸውና ሳህብነታቸው እንዲቀጥል ማድረግን ሁሉ የሚያካትት የሆነ ትልቅ ነገር ነው ይችላል እንለው አይገባምና ይሄንን ነው ለማስተዋወስ የተፈለገው ወላጆችን ባለመንከባከብ የሚከተል መዘዝ ምን እንደሆነ እንደገና ደግሞ ወላጆችም ራሳቸው ጥሩ ልጅ ወልደው ማሳደግና ልጃቸው እንዲጦራቸው የሚፈልጉ ከሆነ ማድረግ የሚገባቸው ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ፕሮግራም ተመልሰን እንነጋገርበታለን የዛሬው ትምርታችን እዚህ ላይ ተጠናቋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘው መሰረት የወላጆችን ሐቅ ምንወጣ ያደርገን ዘንድ እንማጸናዋለን Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk